اهلا بحضرتك. نساء مصر على مر التاريخ دائما ما يبرهنوا على دورهم الوطني في المقام الاول تجاه هذا البلد، وفي المقام الثاني دورهم المجتمعي في بناء هذا البلد. اذا هناك ادوار عده ولمسناها بشكل كبير في المرحله اللي فاتت، واعتقد هذه الادوار زادت في هذه المرحله، بحيث ان احنا عندنا كيانات كبيره جدا بتضم العديد من الاطياف. ولكن لما نيجي نتكلم عن نساء مصر تحديدا، لابد ان يكون هناك وقفه. ليه؟ لان هؤلاء كنز او قنبله موقوته يعني بمعنى الكلمه. ليه؟ لان احنا فعلا استغلناها الاستغلال الامثل، اتحنا لهم الفرصه في الابداع، دائما ما يؤكدون على اثبات ذاتهم في هذه المجالات المختلفه. عشان كده نتكلم في هذه الفقره عن كيان محترم بيضم العديد من نساء مصر، عندهم الكثير من الاحلام والطموحات في البناء، عندهم الكثير من الافكار الايجابيه في حال تطبيقها على ارض الواقع اعتقد تنعكس بالخير على بلدنا الحبيب. خلونا نرحب بضيفنا اللي مشرفنا في هذه الفقره، الاستاذ ابراهيم طه المستشار الاعلامي الجمعية العمومية لنساء مصر. أهلا بك يا فندم، وتحياتي لحضرتك. وأشكركم وأشكر قناة مصر الزراعية على استضافتنا النهاردة. ربنا يخليك. أستاذ إبراهيم برحب بحضرتك معانا، أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك وأشكرك جدا. الجمعية العمومية لنساء مصر، قبل ما نتكلم عن أهداف الجمعية ودورها، خليني أعرف من حضرتك لماذا سميت بهذا الاسم في البداية؟ هي الاسم باين من البداية، الجمعية العمومية. الجمعية العمومية هو انعقاد دائم نقدر نقول لسيدات مصر بشكل دائم لدعم الوطن ودعم المواطن في كل مكان. الجمعية للأمانة من لحظة التدشين وهي اختارت الانحياز للوطن بشكل كبير جدا، اخترنا نبقى في حالة من البناء الدائم، سواء بناء بشر أو بناء حجر. بالنسبة لبناء البشر بنينا أكثر من مبادرة أو فعاليات، أو تقدر تقول كمان دورات تدريبيه لتدريب المواطنين على مختلف المهن، على مختلف بالظبط كده. بناء الحجر بقى دلوقتي حاليا بنبني مدرستين في سينا، وده كانوا مرحله مهمه جدا لينا. كمان عندنا مرحله زراعه الزيتون في سينا، بنزرع 2.5 مليون شجره زيتون في سينا تحديدا. عندنا كان في المشروعات اللي الجمعيه بتقوم بيها، المشروعات اللي بنعملها. كمان كان عندنا في الفتره الاخيره كمان نقدر نقول يعني دخول خطوط المايه او توصيل مواسير المايه لمرافق للقرى كتير جدا في الفيوم، في بني سويف، في المنيا. داخلين في المرحله الجايه في الاهليه، ودي كانت هتبقى يعني بالنسبة لنا خطوة كبيرة. كمان عندنا برامج كتير جدا وأنشطة كتير جدا وفعاليات كتيرة جدا قمنا بيها في خلال السنتين تقريبا اللي احنا اشتغلنا فيهم. الحمد لله يعني نجحنا نجاح كبير جدا، و جميل. يعني نجاحنا ملحوظ للكل. والحقيقة الواحد أول ما يسمع اسم الجمعية، الجمعية العمومية لنساء مصر، يتخيل إن هي جمعية خاصة بالنساء فقط، أو إن هي بتهتم بالأمور والشؤون النسائية، ولكن الجميل إن الجمعية بتهتم بشؤون المجتمع بأكمله بشكل كامل، وبتهتم بإقامة مشروعات كتير تخدم المجتمع وتخدم مصر بشكل عام. والأجمل كمان إن إحنا عندنا أعضاء من الرجال، وكلهم شخصيات عامة بارزة مهمة جدا في المجتمع، من شخصيات قانونية لشخصيات سياسية لشخصيات اقتصادية. الراجل يعني كمان بيدعم المرأة يعني. صحيح. وده دور واجب على الراجل يعني. لكن الأجمل إن السيدات هم المتوليين بشكل كامل الاهتمام بكل التفاصيل. يعني كل الفعاليات هي بتكون بقيادة السيدات، بتنفيذهم، برعايتهم. ده للأمانة يعني، ده أنا شفت بعناية كل التفاصيل يعني. طيب، من المعروف فندم ان الهدف من اي كيان اهلي هو خدمه المجتمع، ولكن اللي انا عايز اعرفه ايه الجديد اللي بتسلكه الجمعيه في خدمه المجتمع والتقديمه، او اللي بتتميزوا بيه عن باقي الكيانات اللي هي موجوده تحت العديد من المسميات، وفكره الجمعيه يعني هدفها ايه في البدايه يعني، وازاي جت الفكره وبنائها وتكوينها بشكل عام؟ هو من بعد 25 يناير بدا يبقى في دور ايجابي جدا لسيدات مصر، وشفنا ده كله في الثورات وفي الانتخابات تحديدا كمان. كان بيبقى الجانب الاكبر للسيدات، هم اللي بيبقى صورتهم ابرز في الانتخابات. فكان من هنا التفكير ان لازم الجمعيه العموميه لنساء مصر تكون موجوده، تكون داعمة للوطن بشكل كبير جدا، داعمة للمواطن في كل مكان. احنا بنوصل للمواطن المهمش والمواطن البسيط بشكل ابسط واسرع.
تفاصيل العمل عندنا ما فيش عندنا روتين في العمل، احنا مجموعة من العمل بسيطة جدا لكن قادرين نوصل لكل مكان، لأن شغالين بشكل إن ما فيش أبواب بيننا، يعني التواصل مباشر بيننا وبين المواطن يعني، فده اللي بيسر وبيسهل جدا عملية التواصل يعني. صحيح. طب زي ايه الاماكن بقى اللي الجمعيه يعني بتقدم فيها خدماتها؟ هل الاماكن دي نقدر نقول ان هي منحصره مثلا في الحضر بس، ولا في الريف، ولا في المناطق كلها مختلفه؟ احنا اشتغلنا في محافظات كتيره جدا يعني، مؤخرا دخلنا اسوان وعندنا في الفتره الجايه في اسوان نشاطات كبيره جدا، دخلنا الدقهليه وعندنا يعني بكره تحديدا في دوره للتنميه البشريه ودوره للصحافه، وعاوزين كمان نشتغل على صحافة المواطن، مش عايزين نخلي الصحافة بس يبقى صحافة محترفين، لكن عايزين نخلي المواطن كمان يكون ناقل إيجابي للصورة الكويسة أو حتى كمان للصورة السيئة اللي موجودة، هو كمان يكون ناقل أمين ليها بشكل كبير جدا، وده اشتغلنا عليه في الفترة اللي فاتت وهنبدأ فيها أول دورة بكرة إن شاء الله. وهتكون الدورة دي في محافظة الدقهلية في المنصورة تحديدا. اشتغلنا كمان في القاهرة، اشتغلنا في الجمالية، اشتغلنا على محو الأمية وبرامج محو الأمية بشكل كبير جدا، اشتغلنا على المرأة المعيلة في الجمالية كمان، اشتغلنا في اسكندرية بشكل كبير جدا، كان لنا دور مهم ورائع في تجميل الميادين، اشتغلنا في كارثة الأمطار اللي أصابت اسكندرية في الفترة اللي عظيم اشتغلنا فيها، وكنا أول منظمة للمجتمع المدني أو خلينا نقول تاخد الدور الحقيقي لمنظمات المجتمع المدني إنها تقف مع المواطن. احنا دخلنا وكانت لسه المية موجودة يعني، وصلنا لكل البيوت اللي تضررت، وصلنا لكل المواطنين، كان لنا دور رائع معاهم. حالة من التكاتف كانت مهمة جدا ان احنا نكون موجودين فيها وبنأدي الدور ده، سواء كان على المستوى المالي مساعدات مالية او مساعدات عينية، وصلنا لهم اجهزة، وصلنا لهم مواد غذائية، يعني ما تخنلاش عن المواطن السكندري في ازمته. كان لنا دور مهم كمان في سينا زي ما اتكلمنا، كان عندنا زراعة 2.5 مليون شجر الزيتون، كان عندنا في الفترة الجاية كمان بالتعاون مع مستشفى الكبد المصري رعاية وعلاج كامل ل 1800 مريض فيروس سي في سيناء. جميل. وحضرتك لو اتكلمتي اشمعنى 1800 تحديدا؟ لان حصل عملية حصر دقيقة جدا علمية كل للأهالي سيناء، واكتشفنا انهم 1800 مريض بس، فاحنا ان شاء الله هنتولى عليكم بشكل كامل يعني. جميل. المهمة عندنا كتيرة جدا، قدرنا ان احنا نوصل في كل مهمه ان احنا دخلنا فيها، لازم يحصل عندنا نجاح بنسبه 100%، ما بنسيبش عندنا نسبه اخفاق ولا قليله ابدا يعني. لازم يعني لازم الصوره عندنا تكون كامله. كمان ما كانش عندنا التواصل على الشكل الداخلي فقط، احنا في الفتره الاخيره كمان كان لازم شفنا في الدول العربيه وقفت معانا بشكل ايجابي جدا في 30/6 تحديدا حقيقي، فكان لازم نقول شكرا، وقلنا شكرا ده بشكل كبير جدا، عملنا لهم مؤتمر لكل الدول العربية اللي وقفت معانا في اسمه أمة واحدة، وأشهدنا بالدول العربية اللي وقفت معانا، كرمنا السيدات الأوائل في الدول العربية اللي وقفت معانا، كان لينا مهم دور مهم جدا كمان في رعاية رباط البيوت، عملنا مؤتمر في دبي أو شاركنا فيه يعني، ده تحديدا اللفظ الأصح إن احنا شاركنا فيه، كان مشاركة إيجابية لرباط البيوت. وفي المؤتمر ده كمان حاولنا إن احنا نرسم خريطة عمل إيجابية لرباط البيوت في المرحلة المستقبلية يعني. وده قدرنا نشتغل عليه في الفترة الأخيرة كمان يعني. طب لكل حابب يا فندم يشارككم في الجمعية ويكون عضو من أعضاء الجمعية الخاصة بحضراتكم، إيه شروط الالتحاق بيها؟ وهل في عملية تدريب أو تأهيل في البداية حتى يستطيع أن يكون العضو فعال مبرمج على كافة الأهداف الإيجابية اللي حضرتك ذكرتها والجميلة، واللي هدفها في أو في المقام الأول والأخير هو خدمة الوطن أو المصلحة العامة بشكل عام؟ احنا ما عندناش شروط غير الانحياز للوطن، ده أهم حاجة يعني،
ده اهم شرط عندنا. احنا بنقبل كل الناس، لكن اهم شرط عندنا انه ينحاز للوطن، انه يخدم الوطن بشكل كبير جدا، انه ما يكونش داخل لمصلحه شخصيه. تمام. احنا ما فيش عندنا حد بيعمل مصلحه شخصيه، كل الناس بتشتغل للوطن بجد، بتشتغل ساعات طويله جدا، يعني ساعات بنسافر سينا باليومين وبالثلاثه وبالاسبوع. بالمناسبه كمان انا نسيت اتكلم عن دورنا مع اخواتنا واهالينا من ذوي الاحتياجات الخاصه. جميل. دورنا كمان في السياحه، احنا عملنا بروتوكول تعاون مع مصر للسياحه، ودي شركه وطنيه، وبدانا نروج للسياحه، وكانت اول خطوه عملناها ان احنا نخلي اهالينا واخواتنا من ذوي الاحتياجات الخاصه هم اللي روجوا للسياحه. اتفقنا مع شباب والرياضه ان احنا نعمل ماراثون عالمي لاخواتنا واهالينا ذوي الاحتياجات الخاصه في شرم الشيخ. تمام. وكان بالشراكه ما بيننا وبين الشباب والرياضه وبالتعاون مع مصر السياحه. وعملنا فعلا ماراثون في عز ازمه السياحه، وروجنا للسياحه بشكل كبير جدا. كمان كان عندنا دور مهم جدا مع الشركات الوطنيه الكبيره ودعم الصناعات المصريه. اتفقنا مع اكتر من شركه وطنيه وروجنا للمنتجات المصريه في الفتره الاخيره. احنا بنتمنى ان كل الهيئات تشارك بافكار ايجابيه معانا كمان، وما بنرفضش اي فكره ايجابيه. هو ما شاء الله واضح ان الجمعيه نشاطها يعني واسع، وان انتم بتساهموا بانشاء مشروعات كتيره وبتخدموا قطاعات كتير، ولكن خليني اسال حضرتك برضو عن يعني دعم الجمعيه، مين بيدعمكم؟ مين احنا عندنا الدعم؟ التمويل، وده للامانه احنا تمويلنا تمويل ذاتي من اعضاء ذاتية يعني. الجمعيه فقط. يعني ده واضح تماما. احنا حتى على البنوك عاملين بلوك من الخارج، لا نقبل اي تبرعات من الخارج تماما. عظيم. احنا تمويلنا كله تمويل ذاتي من اعضاء وعضوات الجمعيه. وده الشيء اللي مخلينا احنا كمان زي ما نقدر نقول كده ما فيش على راسنا بطحه، يعني احنا جمعيه مموله تماما من الاعضاء وعضوات الجمعيه يعني. تمام. التواصل مع حضراتكم بيكون ازاي يا فندم؟ وبتقدروا توصلوا للناس بشكل اكبر بحيث ان يتم الترويج للجمعيه، بحيث ان فعلا الناس تؤمن بالافكار بتاعتكم والاهداف الايجابيه اللي بتصب في صالح المجتمع لخدمه كافه المؤسسات الموجوده في المجتمع، وتحديدا يعني الناس اللي هي محتاجه فعلا هذه الخدمات. احنا عنواننا معروف للكل، احنا اقدر اقول العنوان والتليفون. يا فندم اتفضل. لو في احنا موجودين في 57000 شارع جامعة الدول العربية. ده المقر الرئيسي بتاعنا، 57000 شارع جامعة الدول العربية. موجودين على صفحات التواصل الاجتماعي كلها بنفس الاسم، الجمعية العمومية لنساء مصر باللغة العربية. تمام. الجمعية العمومية لنساء مصر. موجود لينا موقع الكتروني، موجود على كل وسائل التواصل كمان. تليفوناتنا متاحة لكل الناس. للأمانة في دور كبير جدا للدكتورة منال العبسي اللي هي رئيس مجلس الإدارة، وللدكتورة شيرين حجازي الأمين العام يعني، والأعضاء مجلس الإدارة كمان. دكتورة منال صفحتها متاحة لكل الناس، منال العبسي باللغة الإنجليزية، وللتواصل معها سهل جدا، سواء بالرسائل أو على صفحتها الشخصية. التواصل معنا كلنا متاح. تليفونات الجمعية معروفة، عنواننا واضح لكل الناس سهل. فأهلا وسهلا بكل حد حابب يشارك معنا. عايز أتكلم في نقطة مهمة جدا، وللأسف يعني ده كان موجود مسبقا، يعني حتى الحكومة كانت بتتابعه في الروتين وفي الأنظمة السابقة، الاهتمام فقط باللي موجود حوالينا دون التطرق لمشاكل الصعيد، مشاكل الدول المحافظات النائية، وحصر كافة هذه المشكلات وتقديم الخدمات ليها. هل الجمعية قدرت فعلا توصل لهذه المناطق بشكل كبير؟ هل فعلا قدرتوا أنك تكسبوا أعضاء من هذه المناطق زي محافظات الصعيد تحديدا، زي محافظة سوهاج أسوان هنا، وهذه المحافظات للأسف اللي تفتقر العديد من الخدمات يا فندم؟ بالظبط، احنا وصلنا ليهم كلهم. عندنا دلوقتي عندنا منسقين في معظم المحافظات. السنة دي كمان كان لنا شرف تكريم امرأة العام، وكانت امرأة من المنيا تحديدا، السيدة وفاء العياط. اخترناها امرأة العام لأنها سيدة بتشتغل بجد من قلبها لصالح الوطن، وتم تكريمها من خلال حطينا شروط
موضوعية جدا لاختيار السيدات، وهي كانت انطبقت عليها الشروط بالظبط، وكانت صاحبة الحظ الأوفر في الحكاية. كمان كان لنا في شهر رمضان إفطار وحدة وطنية في المنيا، ضم إخواتنا من المسيحيين والمسلمين. كان لينا كمان نشاط مهم جدا في أسوان في الفترة الأخيرة، وتم الإعلان عنه كمان إن احنا هنشتغل في أسوان في الفترة الجاية بشكل كبير جدا. السياحة في الأقصر كان برضو من ضمن الحاجات اللي دعمناها، ودعمنا الهيئات والمؤسسات السياحية الوطنية العاملة في الأقصر. روجنا للسياحة كمان في الأقصر بشكل كبير جدا. المرأة الصعيدية والفتاة الصعيدية كمان دي كانت مهمة بالنسبة لنا، قدرنا نوصل لسيدات كتير جدا. حصل عملية كفالة أو كفالة لأكتر من بنت في حالة الجواز من خط الصعيد تحديدا. كل ده قدرنا نخلقه بشكل كبير. هل الجمعية بتقوم برضو يعني حملات توعية أيضا للسيدات والفتيات في الريف بالتحديد؟ بالظبط كده. والدكتوره منال كمان، الدكتوره منال العبسي رئيس مجلس الاداره، لو حضرتك متابعه صفحتها هتقدري تشوفي هي بتقدر توصل للناس ازاي. هي كمان يعني سيده بتقدر توصل لاهالينا في الريف بشكل كبير جدا، وبتتعامل معاهم تتواصل معاهم بشكل كبير جدا. مش بس هي سيده يعني واخده الموضوع كشو، لا هي فعلا بتنزل حقيقي للناس في ارض الواقع، بتمارس حياتهم الطبيعيه جدا، وبتقعد معاهم بشكل كبير جدا وفترات طويله، ومفرغه نفسها تماما للعمل الخدمي ده يعني. صحيح. استاذ ابراهيم، في مثل شعبي بسيط بيقول ايد لوحدها ما تسقفش، وزي ما حضرتك ذكرت ان مهم جدا تتكاتف كل المؤسسات مع الحكومه، شعب ومؤسسات مجتمع مدني وايضا الحكومه المصريه، قيمه واهميه ده، وتحديدا لما تكون المؤسسات الخاصه بالمجتمع المدني تغلب فقط مصلحه الوطن دون يعني اللجوء لمصالح شخصيه زي الجمعيه بتاعت حضرتكم. حضرتك يعني بتشتغل في احد الجمعيات او يعني قائد لاحد الجمعيات اللي هي مهتمه بالعمل الخدمي، ده انعكاسه ايه على الدوله لو فعلا كل واحد يعني اشتغل باخلاص وكان هدفه يعني الاول والاخير هو المصلحه العامه؟ ممكن نقول للناس ونشجعهم على ده ونقول لهم ايه، وده انعكاسه على بلدنا هيكون ازاي؟ انا اتمنى ان كل المؤسسات تشتغل في حتتها بس، يعني كل واحد يشتغل في حتته بس، احنا بنشتغل في حتتنا. اتمنى ان يعني كل هيئه او مؤسسه تشتغل في مجالها فقط لا غير، ده رقم واحد. انها تختار الوطن كمان هو الغايه يعني عندها، يكون هو الهدف، وان مساعده الوطن على الخروج من كل الازمات اللي بيمر بيها يكون ده هو الهدف الرئيسي بالنسبه لنا. صحيح. احنا اشتغلنا على كده، واشتغلنا في اصعب الفترات اللي مر بيها مصر في الفتره الاخيره، والحمد لله نجحنا، لان كان عندنا ايمان بان مصر ابدا لن تسقط، يعني مصر قويه وهتفضل قويه وكبيره، وان شعبنا قادر ان هو اللي يدفع دفة العمل مرة تانية نحو الأمام يعني. فده كان الهدف الرئيسي بالنسبة لنا. أنا شايف أن فيه مؤسسات كتيرة جدا بتشتغل لصالح الوطن، أتمنى أن يحصل تضافر للجهود في الفترة الجاية بين كل المؤسسات يعني. جميل. أستاذ إبراهيم، يعني طبعا تطوير سيناء حلم وأمل كلنا بنحلم أن احنا نشهده دائما، أن يحصل طفرة ونهضة في سيناء بشكل كبير، وزي ما حضرتك قلت أن الجمعية تفضلت وأقمتوا مشروع زراعة 2 مليون شتلة من الزيتون هناك. عايز أعرف من حضرتك هل في مشاريع أخرى نفذتوها في سيناء أو هتنفذوها في خلال أيام دي؟ هيتم افتتاح مدرستين مدرستين للتعليم الاساسي في سيناء ان شاء الله. تبرعات اهليه برضو للناس، تبرعات من الجمعيه ايضا، من كلها من اموال الجمعيه. على فكره المدرستين كمان تصميم وتنفيذ الهيئه الهندسيه للجيش. جميل. ويعني التمويل من الجامعه بتاعتنا. بالظبط، وكلنا بنثق في الجيش، وبنثق كمان تحديدا في يعني رجال الجيش بشكل كبير جدا، يعني انهم بيشتغلوا لصالح الوطن. فكان
مهمتهم معانا في المدرسة كانت واضحة جدا، وأنجزوا المدرسة المدرستين في وقت قليل جدا، يعني خلال أيام هيتم افتتاحهم. احنا في الفترة الأخيرة كمان تحديدا في عيد الأم في شهر مارس كرمنا 20 سيدة من أهالينا في سيناء، 10 من الشمال و10 من جنوب سيناء، انهم الأم المثالية، وتم تكريمنا ليهم من خلال حاجتين، ان في مجموعه منهم اختيارهم للسفر للعمره في وقتها، والمجموعه الثانيه عملنا لهم مشاريع لخياطه الملابس، خلال جبنا لهم مكان خياطه متطور جدا، وفرت لهم مشاريع صغيره يعني بالظبط، تعينهم على العمل هناك. اهتمينا كمان من خلال مركز دعم المرأة في جنوب سيناء، بنقدم مشاريع تأهيلية للمرأة في جنوب سيناء، المرحلة الجاية كمان داخلين على تنفيذ أكتر من فكرة، سواء في محو الأمية، سواء في تأهيلهم للمشاريع الصغيرة بشكل أكتر بقى من الخياطة، يعني في أكتر من نوع هيكون داخلين فيه. فأتمنى أن احنا ننجح في كل مشاريعنا في الفترة. بالنسبة للشباب، وحضرتك تعلم أن الشباب في احتياج تام لمتطلبات أساسية زي التأهيل والتوعية والانخراط في سوق العمل وتوفير فرصة العمل المناسبة، هل الجمعية برضو ليها دور مهم جدا عفوا في هذا الشأن، وفعلا قمتم بهذا القبيل قبل كده ولا؟ بكرة إن شاء الله تحديدا في الأهلية موجود معانا 30 شاب وشابة من طلبة الجامعات، هيتأهلوا بكرة في حاجتين، التنمية البشرية والصحافة. واخترنا المجالين لأن احنا التنمية البشرية بقت مهمة جدا دلوقتي، بقت فرع هام جدا من فروع العلم، وكل الناس بتحاول تدرسه. الدورات دي على فكرة مجانية، ويقدر أهالينا كمان في الأهلية لو حابين يشاركوا بكرة يتواصلوا معنا، وأهلا وسهلا بيهم. هل في الأهلية فقط ولا ممكن بقى المحافظات يا فندم؟ أهلا وسهلا في كل المحافظات، لكن احنا بكرة هنبقى موجودين في الأهلية، فلو حد حابب عشان المواصلات والانتقال، لو حد حابب من الأهلية شرفنا بكرة. هل في سن معين للالتحاق بالدورات التدريبية الخاصة بالتنمية البشرية لا ولا؟ خالص خالص لا خالص، بس لجميع الأعمار يعني. الموجودين معنا بكرة طلبة من الجامعة معظمهم، في جامعة المنصورة ولا؟ جامعة المنصورة وجامعة طنطا تحديدا وجامعة كفر الشيخ، ثلاث جامعات هيكون موجود منهم. أنا أتمنى أن الفعالية بتاعت بكرة تنجح وهتكون على مدى يومين. الفعالية في الجامعة برضو ولا هتكون فين؟ لا، في المقر بتاعنا في المنصورة، احنا عندنا عدة مقرات في عدة محافظات، في المنصورة إن شاء الله موجودين بكرة، وهتبدأ الفعالية إن شاء الله من الساعة 10 الصبح. وعندنا اليوم الثاني هتكون دورة صحافة في فنون العمل الصحفي بشكل كبير جدا، هتكون لصحافة المواطن أكتر. احنا عايزين المواطن في مدربين يا فندم محترفين بيقوموا بالعمل ده ولا في مدربين محترفين طبعا هم اللي هيأدوا المهمة. وعلى فكرة الجمعية كمان بتضم خبراء ومختصين في كل المجالات، في كل المجالات، وأنا على ثقة تماما من الكلمة. كل اللي موجودين عندنا شرفاء وشخصيات وطنية، ويعني أتمنى الفعالية بتاعت بكرة تنجح تحديدا، لان يعني دي اول فعاليه بالنسبه لنا في الاهليه في بشكل موسع يعني. طيب اكيد المراه يعني بيكون لها دور كبير جدا في المجتمع وبتساهم بشكل او باخر في تنميه المجتمع، ولكن عايز اسمع من حضرتك بشكل موسع اكتر عن دور المراه في المجتمع وتحديدا المراه المصريه. هي المراه المصريه تحديدا وصلت من بعد 30/6 او من 25 يناير وصلت لحالة الكمال، نقدر نقول ان كان لها دور بارز جدا في رسم الخريطة السياسية لمصر، وهي ضحت بحاجات كتيرة جدا، قدمت ولادها، شايفين ان كام شهيد فقدناه سواء من الجيش، من الشرطة، من المجتمع المدني كمان. الأم المصرية كانت ست عظيمة جدا طبعا، ودايما هي ست عظيمة، وأتمنى أن يا رب تستمر على نفسها. وبقى في تواجد للمرأة المصرية بشكل كبير على الساحة السياسية بشكل كبير بقينا نشوفها، وشفناها كمان حتى كمان في كل الوزارات بقت متواجدة، يعني كوزيرة وكسفيرة وكطبيبة وموجودة في كل الأماكن يعني. رغم ان الجمعيه يعني اسمها الجمعيه العموميه لنساء مصر، لكن بتقدم الخدمات على كافه المستويات بشكل عام يعني.
ايه الجديد او ايه اللي بتقدموه اكثر وبتهتموا بيه بالجانب الخاص بالمرأة المصرية؟ يعني اعتقد برضه بتغلبوا لها الموضوع طالما الاسم يعني بيهتم بهذه المنظومة بشكل كبير. ايه اللي انتوا بتعملوه تحديدا للمرأة المصرية من تأهيل، من خدمات، من فكر بشكل عام حتى يستطيع التطوير موجود في عقول كل السيدات المصريات وتحديدا كمان في الأرياف وفي المحافظات النائية؟ احنا في الفترة اللي فاتت كمان قدمنا اكتر من مشروع عضوات البرلمان. احنا كان لنا دور مهم جدا في مساعدة عضوات البرلمان انهم يجتازوا مرحلة الانتخابات. دعمنا اكتر من نائبة في قبل مرحلة الانتخابات. كان دورنا واضح جدا في دعم الشرفاء. يعني في الفترة الجاية كمان نشارك في رسم السياسة الرسم السياسة التشريعية لقضايا المرأة، وده اعتبره من التتويج لينا. يعني طيب حضرتك قلت دعمنا أكثر من نائبة للتحاق بالبرلمان. آه. للأسف يعني المشهد العام فوق يعني المعروف عن موضوع تدعيم النائبة أو أي نائب للبرلمان بيبقى بيقول لك لا ما حدش بيدعم كده وخلاص، احنا محتاجين مصلحة، واحنا شفنا قد ايه ناس رجال أعمال بيمولوا أحزاب عشان خاطر ان يكون ليهم أعضاء. ايه اللي ممكن تقوله للساده المشاهدين بحيث ان انتوا ليه دعمتوا هؤلاء النائبات؟ ايه اللي التمستوه فيهم؟ ازاي نقدر الناس تقتنع ان الجمعيه فعلا هدفها المصلحه والخدمه العامه فقط دون تغليب اي مصالح شخصيه اخرى؟ الدليل ان احنا ما طلبناش منهم اي مصلحه بعد جميل. شخصيه بعد النجاح، احنا دعمناهم لصالح الوطن فقط لا غير. نعم. وكان دعمنا عباره عن ان احنا بنؤيدهم اعلاميا وبنناصرهم في المؤتمرات اللي بيكونوا متواجدين فيها. جميل. سواء الجمهور اللي بيتعاون مع مع الجمعية او مع الدكتورة. ف يعني ده كان ده الصورة الابرز لينا في الدعم يعني. تمام. طب استاذ ابراهيم، زراعه 2 مليون شتله من الزيتون في سيناء، عايز اعرف من حضرتك هل تنفيذ المشروع ده استعنتوا فيه ببعض الخبرات والكوادر من مراكز البحوث الزراعيه او من وزاره الزراعه؟ يعني مين اللي اشرف على المشروع ده من الناحيه الزراعيه بالظبط؟ هو كان الاشراف كان تحت اشراف قوات شرق القناه، تحديدا لتنميه سيناء ومحاربه الارهاب بقياده سياده الفريق اسامه عسكر. وطبعا كان في موجود خبراء زراعيين في كل المدن والقرى اللي تم زراعه الزيتون فيها في سيناء، بجانب الخبراء العسكريين التابعين لقوات شرق القناه. طبعا المشروع ما تمش بشكل عشوائي، المشروع تم بشكل علمي جدا، وتم اختيار الاراضي بشكل علمي كبير جدا. كان في دراسه مسبقه بالظبط، حتى نوعيه الشجر كمان تم اختيارها. حتى طول الشجر نفسه كمان كان ليه مواصفات معينه من ناحيه الطول، من ناحيه الجوده، مواصفات كتيره جدا تم اشتراطها قبل زراعه الزيتون. والحمد لله ان احنا نجحنا والمشروع مستمر لحد الان. من لحظه الاعلان عنه لحد الان زرعنا تقريبا حوالي 85,000 شتله لحد الان. جميل. ومستمرين فيه يعني. طيب من منطلق ما حدش يقدر يشتغل لوحده، حضراتكم وانتم بتقوموا بكل هذه الخدمات وبتلجأوا طبعا لمساعدين او معاونات من الجهات الحكوميه المختلفه، هل في مشاكل او صعوبات بتواجهكم في الموضوع ده ولا كل الناس مرحبه ومدركه بقيمه العمل اللي انتم بتقدموه للناس فعشان كده بيقدموا لكم الخدمات والتسهيلات والاجراءات اللي ممكن من خلالها تتوسعوا في الانشطه بتاعتكم؟ والله يعني تقدر تتكلم في الموضوع ده وتقول ان في مشاكل. لا مش مشاكل بشكل كبير، لكن هي صوابع مش زي بعضها يعني. في جهات بترحب على طول بالتعاون، وفي جهات بتبقى محتاجه اكتر محاولات يعني. المشكلة ان في بعض الجهات يا فندم وعن كسب يعني، حد برضو مسؤول زي حضرتك في احد الكيانات اللي بتقدم خدمات عامه راحوا لجهه قال له انت هتعمل ايه زي ما الدوله ما عرفتش تعمله انت هتقدر تعمله؟ يعني مش بس كمان ما بيساعدكش انه يقدم لك الخدمه، لا ده بيحبطك يعني. انت طب ما تقدم له العون. فانا عشان كده بسال حضرتك ايه المشاكل والصعوبات اللي انت بتواجهها بحيث ان احنا نقدر نناشد الساده المسؤولين ان في عندنا كيانات فعلا محترمه، كيانات اهليه قادره انها تقدم خدمه محترمه، وبعض المشاكل اللي هي موجوده في المجتمع قادره انها تحلها وقادره كمان تتمول ده بتمويل ذاتي مش بس تمويل يعني. للاسف المشهور دلوقتي ان التمويل خارجي، لا ده انتوا تمويلكم ذاتي زي ما حضرتك بتذكر. تمويل ذاتي تماما بالظبط، بعيدا خالص عن التمويل الخارجي. وانا واثق من المعلومه بتاعتي. تمام.
فعشان كده بقول لحضرتك ايه اللي تقوله لكل المسؤول او كل مسؤول رحت له حبيت ان هو يمد يعني يمد معاكم يد العون بحيث ان تقدموا الخدمات دي وما قدرش يقف جنبكم بالشكل الكافي. لا انا بس بقى يعني مش هقدر اوجه له رساله اكتر من غير ان كل المؤسسات اللي بتشتغل وحضرتك تتاكد تماما من انها بتشتغل لصالح الوطن ادعمها في كل الفعاليات والانشطه بتاعها. صحيح. بس ده الرساله اللي اقدر اوجهها لهم. طب احنا دلوقتي استاذ ابراهيم كمجتمع مصري شايف حضرتك ايه اللي احنا محتاجينه في الفتره اللي جايه او محتاجين جمعيات زي جمعيه نساء مصر تقدم لنا ايه بينقصنا في الفتره دي وعلشان نكون احسن في الفتره اللي قادمه؟ هو اولا عدد الجمعيات بقى كتير جدا يعني ما شاء الله يعني لكن اللي بيشتغل هو القليل فانا اتمنى ان اللي بيشتغل هو اللي يعني يستمر اكتر يعني لان المجهود كبير جدا على كل الجمعيات اللي بتشتغل لان في جمعيات موجوده بالاسم بس لكن اسماء فقط لكن الجمعيات الحقيقيه اللي بتقدم مشاريع حقيقيه. بالمناسبه احنا قدمنا اكتر من في خلال السنتين اللي احنا تواجدنا فيهم حوالي 70 فعاليه قدمناهم ونظمناهم واشتركنا فيهم يعني فده عدد كبير جدا في خلال السنتين يعني اقل من سنتين احنا متواجدين. تمام. فده يعني حلب يعني اعتقد انها حلب النشاط الكبير جدا بالنسبه للجمعيات. احنا كمان جمعيه مركزيه حاليا مش جمعيه مخصصه في محافظه لا احنا نقدر نطاق عملنا دلوقتي على مستوى الجمهوريه كله الحمد لله يعني. نشكر حضرتك جدا الاستاذ ابراهيم طه المستشار العام للجمعيه العموميه لنساء مصر وانا يعني بايد الخطوات الجميله اللي بتسلكها الجمعيه الخاصه بنساء مصر مهم جدا ان يكون في هدف واضح تجاه اي جمعيه اهليه محترمه هدفها المصلحه العامه هو الخدمه لصالح الوطن فقط دون التطرق لاي مصلحه شخصيه وده اللي احنا محتاجينه في المرحله اللي جايه. كمان بنناشد الساده المسؤولين يا ريت لما تتاكدوا ان في كيان محترم او اي جمعيه اهليه بتمد يد العون بحيث انها تتضاف مع الحكومة في حل السلبيات والقضاء على كافة المشكلات اللي موجودة في المجتمع وتقديم خدمات مختلفة لكافة طوائف المجتمع. يا ريت ان احنا نساندها ونأزرها لان مفيش ايد لوحدها بتشتغل محتاجين تضافر وتكاتف كافة فئات المجتمع المصري عشان نقدر نبني البلد دي عشان نقدر نعدي من عنق الزجاجة والمرحلة الحرجة اللي احنا بنمر بيها وانا بقصد بيها المرحلة الاقتصادية عشان نقدر نحقق الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل الزراعية من كافة النواحي الاقتصادية من كافة النواحي السياسية حتى نستطيع ان احنا نصبح دول متقدم لان نقصنا سوى القرار ومحتاجين تكاتف اكثر من ذلك. فانا بشكر حضرتك جدا يا فندم وبشكر كل اعضاء الجمعية وبتمنى لكم التوفيق وبشكرك جدا يا واد. شكرا لك يا عاصم وبشكر حضرتك. انا بشكركم كمان جدا وبشكر قناة مصر الزراعية لدورها الوطني اللي بتأديه وكمان حابب ان انا اشكر مجلس الإدارة من رئيسة الجمعية الدكتورة منال العبسي الأمين العام الدكتورة شيرين حجازي كل أعضاء مجلس الإدارة كل عضوات الجمعية وأعضاء الجمعية للأمانة الكل ما بيتأخرش عن خدمة الوطن. بالتوفيق يا فندم. بشكر حضرتك جزيلا يا فندم عودك معانا. شكرا لك يا عاصم وبشكر كل مشاهدينا تابعونا النهاردة نتمنى الحلقة تكون عجبتكم وانتظروا غدا إن شاء الله فريق عمل جديد وحلقة جديدة من اللون الأخضر. شكرا لكم وإلى اللقاء.